السيد سالم البلادي عضو مجلس النواب. بداية حدثنا عن الجلسات التشاورية الآن وما تم الاتفاق عليه من خلال بنود الاجتماع اللي إن شاء الله حتكون يوم الغد في الجلسة الرسمية اللي يقرأ. هو على كل نحن ناقشنا كلام عام، يعني الحالة اللي يمر بها البرلمان سواء كان في الماضي ولا في المستقبل ولا في الوقت الحاضر، لكن البنود اللي سنناقشها هي بكرة، فإحنا ما وضعناش جدول رسمي لبكرة، ما بكرة سنضع جدول رسمي وسنحدد البنود وسنناقشها ولما نخرج بمحصلة معينة سنخبركم عليها. هل نفس البنود التي قرأتها في مخرجات اجتماع غدامس؟ طبعا هي أحد البنود بالإضافة إلى غيرها، يعني تغيير رئاسة واللائحة والحكومة، عطينا ثقة الحكومة، الطريقة اللي نعطوا بها ثقة الحكومة وبعض المواضيع الأخرى اللي قاعدة متعطلة. إلى عند هذه اللحظات هل تتوقع وصول عدد من النواب الذين لم يلتحقوا؟ هو العدد جيد جدا، الآن وصلنا تقريبا 75 واحد، يعني هو ما زال ممكن 10 أشخاص أو حاجة زي كذا، يعني بكرة إن شاء الله سيكون نصاب متوفر. شكرا جزيلا. عفوا. شكرا.